ازيك يا دكتور؟ ازيك يا استاذ محمد؟ عامل ايه حضرتك؟ منور الشاشة. الله ينور عليك يا فندم. والله بص، بس انا عندي مشكلتين. انا وزني زايد ماشي، يعني 120 كيلو، فده مأثر على رجليا، يعني عندي وجع في الركبة ووجع في الكعبين. في حضرتك عندك علاج للكلام ده يعني؟ طبعا عندنا ماشي يا شاي دكتور، تخسيس منور هتاخده الشاشة مرة تانية. حبيبي. بشكرك يا استاذ محمد. هو بس سريعا شكرا يا يا استاذ محمد، محمد. اتفقنا ال 120 كيلو دول، هو بقول لك ركبتي وجع في الركبه ووزني 120. لو تتذكري حضرتك في حلقه التخسيس بالظبط، قلت لك انا ان كل ركبه بعد الرجل الابحاث اللي اتعملت بتشيل من 40 ل 45 كيلو، بالظبط. يعني ركبتين يشيلوا من 80 ل 90 كيلو. ما زاد عن الوزن ال 80 كيلو دول بينضرب في 3 حمل، في 4 حمل زياده على الركبه. بمعنى ايه؟ بمعنى ان لو وزنك 80 كيلو يا استاذ محمد، فالركبتين بيشيلوا 80 كيلو، لو وزنك 120 فانت عندك 40 كيلو زياده. طب ال 40 كيلو دول تضربهم في 4 يبقى كانك شايل 160 كيلو زياده. تخيل انت حد شايل 3 شكاره اسمنت على راسه، يعني حد يقدر يمشي بيهم؟ لا طبعا، مستحيل، ولا شكارة واحدة. صح ولا شكاره واحده؟ يعني انا بقول شكاره اسمنت على الناس عارفاها على شكلها، يعني بدي مثال عليها. دي وزنها 50 كيلو. تخيل بقى واحد زي محمد ده شايل 3 وطالع بيهم رايح الشغل وطالع السلم ورايح البيت وداخل الحمام ورايح على السرير ورايح يلبس ورايح مش عارف يعمل ايه، كل ده هو شايل ده، اكيد لازم يوسع ركبته. اكيد مستحيل. طبعا. طب في اي علاج ينفع للركبه بالمنظر ده؟ لا مش هينفع. لازم الاول يا محمد تخس، عشان كده خد شاي التخسيس وخد كريم روما ده هكلمك عنه، ده الكريم ده هكلمك عنه دلوقتي. بس لازم تاخد الاثنين مع بعض، الشاي يخسسك والكريم تدهن بيه لازم، ومن النهارده مش من بكره، ما تسيبش نفسك عشان ما تتعبش. طيب،